السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد في تغطيتنا المستمره على شاشه اكسترا نيوز، واللي هنخصصها حتى 8 مساء للحديث عن مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي المشترك والمقام في مركز المناره للمؤتمرات. افتتحوا الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسه المفوضيه الاوروبيه، حيث يستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي من خلال جذب الاستثمارات الاوروبيه المتنوعه الى مصر، خاصه في القطاعات ذات الاولويه مثل البنيه التحتيه المستدامه والطاقه المتجدده والامن الغذائي والصحه والتعليم والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي. وخلال مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024، أعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن يكون المؤتمر خطوة جديدة ومثمرة في علاقات التعاون التي تربط بين الجانبين. يطيب لي أن أرحب بكم اليوم ضيوفا أعزاء على مصر، مثمنا مشاركتكم في مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024، الذي نأمل أن يكون خطوة جديدة ومثمرة في علاقات التعاون التي تربط بيننا. السيدات والسادة، تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون، وقد تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي. ونحن نجتمع معا للمرة الثانية في فترة وجيزة لنشهد انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024، الذي يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات، ويعكس أيضا التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. قال الرئيس السيسي إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شملت 6 محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار، مشيرا إلى التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والتي من المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو. لقد شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي 6 محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار، حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل المستدام والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية. المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو، إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، ويعزز في الوقت ذاته من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري. أوضح الرئيس السيسي أن انعقاد مؤتمر الاستثمار يأتي في وقت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم،
بمختلف مستوياتها ما يتطلب دعما وتنسيقا مستمرا بين مصر وشركائها في أوروبا، منوها بإثبات مصر أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار في الجوار الإقليمي. يأتي انعقاد مؤتمر الاستثمار في وقت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يتطلب دعما وتنسيقا مستمرا بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات، خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي. المزيد من التفاصيل والنقاش ينضم لنا هاتفيا الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. برحب بحضرتك دكتور مصطفى. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. مساء النور، اهلا بحضرتك. بداية، أهمية هذا المؤتمر الاقتصادي الكبير بين مصر والاتحاد الأوروبي. هو طبعا بكل تأكيد مؤتمر في غاية الأهمية، بيبحث عن رؤية استراتيجية ما بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي طبعا خلال الثلاثة أشهر الماضية وقع عن طريق رئيسة الاتحاد الأوروبي أو مفاوضات الاتحاد الأوروبي عن شراكة استراتيجية هامة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي لتكون عدد من المحاور والأطر في كيفية تكوين علاقات استراتيجية وطبعا علاقات استثمارية واقتصادية في غاية الأهمية تزيد من تبادل المصالح وزيادة الثقة ما بين الجهتين. طبعا عمليات الإصلاح الاقتصادي الكبيرة اللي بتقوم بها مصر طبعا بتؤدي إلى زيادة دفع الاستثمارات من الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات القادمة، طبعا على رأسها طبعا مزيد من عمليات البحث في الاستثمار في الطاقة والطاقة المتجددة، زيادة البحث في الاستثمار عن طريق تحلية المياه، الطاقة الكهربائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضا تحلية المية، وخلاف ذلك كمان السياحة. في عدد كبير جدا من الاتفاقيات تم دراستها وتباحث فيها، وأعتقد كان على رأسها النهاردة إن يكون في موافقة على منح مصر مليار يورو تم الاتفاق عليها توقيعها الصبح. تفضل. إلى أي مدى يفيد ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي؟ طبعا الاتحاد الأوروبي خلينا نقول يا فندم يبحث دائما عن شريك استراتيجي يمثل له قوة اقتصادية وقوة سياسية في كثير من المناطق، وطبعا مصر من أهم المناطق في القارة الإفريقية اللي تزيد من حركة التبادل وحركة المصالح ما بينها وما بين الاتحاد الأوروبي. مصر بتسعى دايما أن تكون على قدر كبير جدا من التواصل في زيادة حركة الاستثمار تستفيد منها خلال الفترة القادمة مع التعاون مع الاتحاد الأوروبي، ودايما خلينا نقول أن مش دولة أو دولتين، لا ده عدد الاتحاد الأوروبي أو مجموعة الاتحاد الأوروبي أكثر من 27 دولة اللي هم بيكون ممثلين في يعني القارة العجوز، منهم اللي هم مختصين بما يوازي حركة الاستثمار خلال الفترة القادمة اللي تم التوقيع على الشراكة الاستراتيجية ما بينهم وما بين مصر. هذا الأمر طبعا في غاية الأهمية بالنسبة لنا، لأن دايما أوروبا بتبحث عن مصادر استثمارية تكون لها مردود، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية اللي حضراتكم تعلموا بها جيدا، سواء حرب روسيا وأوكرانيا أو معدلات التضخم الكبيرة اللي موجودة في العالم وارتفاع أسعار الفايدة، الحرب اللي دايرة في فلسطين حتى وقتنا الراهن. كل الأمور دي النهاردة أكيد في مصلحة مشتركة إن يدخل الاتحاد الأوروبي في شراكة استراتيجية مع الدولة المصرية. كنا نتحدث عن استفادة مصرية أكثر فيما يخص دكتور مصطفى فرص العمل. أنت تعلم أن مصر تظهر بالمورد البشري الكبير واليد العاملة المدرب في قطاعات كثيرة ليس أولها الإنشاء والتعمير. كيف يمكن أن تستفيد مصر من إيجاد فرص عمل للشباب المصري داخل القارة العجوز من خلال هكذا مؤتمرات واتفاقات؟ خليني أحيي حضرتك أستاذ محمد، السؤال في غاية الأهمية
وطبعا اوروبا بتبحث عن يد عامله كبيره جدا. خلينا نتحدث عن فترات زمنيه كبيره، نبحث اوروبا عن ازاي تجذب عماله، خاصة ان اوروبا بتسمى بالقارة العجوز، فطبعا بتطلب كثير من الشباب ان يقدر يكون طموح ان هو يخش للاستثمار في القارة العجوز. وطبعا النهاردة حتى في مداخلة من فخامة الرئيس قال ان الاتحاد الاوروبي لما هيخش مصر عنده سوق كبير 120 مليون نسمة، تقريبا فيهم 10 مليون نسمة من اشقائنا الموجودين يعني الضيوف عندنا، ولكن طبعا في عندنا من القوة البشرية تقريبا 60% من الطاقة المصرية شباب. أعتقد ده بيمثل أهمية في كيفية التعاون ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين مصر. خلال الفترة الماضية أوروبا بتبحث عن مجموعة من الشباب يكونوا قادرين على اجتذابهم للسوق الأوروبي. وطبعا خلينا أقول لحضرتك في كثير من الدول منهم ألمانيا مثلا بتبحث عن فرص استثمارية للعديد من يعني التعليم الخاص بهم، سواء الهندسة أو الطب أو ما شابه لذلك. وطبعا نتكلم على إيطاليا بتبحث عن فرص استثمارية في مجال الزراعة والصناعة، قبرص واليونان كل دول بتحاول تبحث عن جذب يعني شباب من عندنا من مصر. ده فرصة كبيرة جدا إن احنا نهيئ أنفسنا زيادة اقتحامنا للسوق الأوروبي. وطبعا ده من اهم الملفات اللي بيتم دراستها ما بين الاتحاد الاوروبي وما بين مصر في كيفيه تصدير العماله المصريه عن طريق زي ما بيسمى الهجره الشرعيه. وما ننساش كمان ان احنا من 2016 ويمكن قبل ذلك كمان مصر قامت بدور كبير جدا في معالجه الهجره غير الشرعيه. طبعا اوروبا كانت بتئن خلال السنوات الماضيه، الهجره غير الشرعيه كانت بتسبب لها مشاكل عده سواء سياسية أو اقتصادية أو ما شبه لذلك، ولكن الحمد لله مصر قدرت أن هي تسيطر على هذا الأمر وعالجت هذه الأمور واستضافت جزء من يعني المهاجرين بالنسبة لنا. وطبعا في كثير من الدول للأسف لغاية وقتنا الحالي بتهجر إلى الاتحاد الأوروبي، فعشان كده أوروبا بتحاول تعالج هذه الأمور عن طريق العلاقات الاقتصادية والسياسية. سؤالي الأخير دكتور مصطفى، إلى أي مدى يمثل هكذا مؤتمر ثقة في الاقتصاد المصري ودعوة لمؤسسات التمويل المختلفة والدول المختلفة في كل قارات العالم للدخول في شراكات واستثمارات في مصر؟ خلينا نقول يمثل درجة الثقة في أمرين في غاية الأهمية. أولا الحديث إن تنطلق من الاتحاد الأوروبي مجموعة كبيرة بتمثل تقريبا أكثر من 1000 مستثمر، النهاردة كانوا حاضرين تقريبا يا فندم 2000 مستثمر ما بين من الاتحاد الأوروبي والمصريين. ده بيدل على إن في ثقة كبيرة جدا بتتمثل بين الاتحاد الأوروبي في تواجدهم على الأرض المصرية. الأمر الثاني كلام وحديث ممثلة الاتحاد الأوروبي عن قدرة الاقتصاد المصري النهاردة إن ممكن أن يكون في زيادة من الشراكة الاستراتيجية، أعتقد ده أمر في غاية الأهمية. الاتحاد الأوروبي يا فندم بيبحث دايما عن كيفية تكوين فرص استثمارية، وطبعا ده عن طريق زيادة المصالح. يعني بمنتهى البساطة إن احنا النهاردة بنتكلم إن الفرصة اللي بتيجي بالنسبة للاتحاد الأوروبي مساوية للفرصة المصرية، عن طريق إن الحمد لله في ثقة كبيرة جدا في التعاون، عن طريق إن زيادة التحسن في العلاقات السياسية والدبلوماسية أدت لي هذا الأمر في العلاقات الاقتصادية اللي شفنا منها المؤتمر اللي هيكون النهاردة وغدا إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، كنت معي هاتفيا من القاهرة. لذلك قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة. أوضح الرئيس أن المؤتمر يتيح فرصة للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر، لا سيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل، فضلا عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية. إن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحجز الاستثمارات الأجنبية المباشرة. إن مؤتمرنا
إن مؤتمرنا اليوم سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة في مصر، لا سيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل مثل قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري، فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر، إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. هذا وأكد الرئيس السيسي أن انعقاد المؤتمر يمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار 10 سنوات الماضية، بما يعكس نجاح تلك الخطوات ويؤكد قدرة وإرادة مصر على تخطي التحديات الاقتصادية. إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم يمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار 10 سنوات الماضية، وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وبما يعكس نجاح تلك الخطوات ويؤكد قدرة وإرادة مصر على تخطي التحديات الاقتصادية والمضي قدما نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة. السادة الحضور، ضيوف مصر الكرام، أرحب بكم مجددا وأتطلع لأن نشهد مؤتمرا ناجحا ومثمرا يحقق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ تعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي وتسهم في زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري بما يحقق الرفاهية والأمن والاستقرار لشعوبنا ودولنا. أشكركم. التغطية مستمرة ولكن بعد فصل قصير، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم من جديد. للمزيد من التفاصيل والنقاش تنضم لنا هاتفيا الأستاذة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية. مرحبا بك أستاذة حنان. أنا أستاذ محمد، أهلا بك. وكيف ترين هذا المؤتمر أن يكون نقطة فارقة وتحول في مسار العلاقات الاقتصادية فيما يخص الاستثمارات بالتحديد بين مصر والاتحاد الأوروبي؟ طبعا هي فرص جيدة جدا للاقتصاد المصري يعني يستمر في أدائه الإيجابي بعد فترة الاصلاحات الاقتصادية وبعد طبعا تعثرات بسبب التعثرات العالمية والأحداث الأجهزة السياسية التي تسببت في العديد من الأزمات الاقتصادية. هنتطرق في الحديث مع حضرتك لما تطرق إيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفرص المتاحة للقطاع الخاص. طبعا احنا عارفين إن القطاع الخاص له أهمية قصوى داخل الاقتصاد الوطني،
واهميته كمان بالتعلق بالمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. دفع ان تعلم العديد من الدول العالميه قامت اقتصادياتها بل نهضتها الاقتصاديه على هذه المشروعات انها تضمن طبعا التغلغل في الاقتصاد الوطني، وكمان بتوفر فرص عمل، وكمان بتساعد الاسر انها تتحول من اسره مستهلكه الى اسره منتجه. الى جانب ان هو طبعا الاهتمام بما يتعلق بالتدريب والتطوير والتنمذة المهنيه، لانها من العناصر الهامه جدا اللي بيعتمد عليها العديد من الصناعات. وشفنا كمان حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتوطين الصناعات، تحدث اليوم عن الاهتمام بالسيارات الكهربائيه وتحويل السيارات اللي بتعتمد على الوقود الفوري الى سيارات كهربائيه. ده طبعا هيوفر كتير للدوله، وهيستخدم كمان الطاقه الجديده والمتجدده، وده بيساعد كمان الدوله ان هي تتخطى العديد من الازمات فيما يتعلق بالطاقات الاحفوريه. الحديث كمان على تبادل الثقافات وتصدير العماله الى الخارج، طبعا من خلال الهجرة الشرعية وليس في الهجرة الغير شرعية. طبعا دي من المحاور الهامة جدا، لأن كل شاب مقبل على يعني تخرج من الجامعة بيدور على الفرص المواتية لتحقيق ذاته. وفي يعني العديد من الشباب بيفكر في السفر إلى بره، فبدل ما يسافر بطريقة غير شرعية يخص فيها الأمارات، لا يسافر بطريقة شرعية عن طريق طبعا تبادل الثقافات وتبادل العماله ما يتعلق ما بين الدوله المصريه ودول الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي في الشراكات الاستراتيجيه اللي بيعول عليها الفتره القادمه هيوفر العديد من الفرص الاستثماريه الواعده للاقتصاد المصري، يعني هيساعده في النهوض والتغلب على ازماته، وهيوفر كمان العديد من البنود. طبعا شفنا كان في فترات كان فيها ازمات دولاريه قدرت الدوله تتخطاها بتعاونات اقتصاديه مع دول شقيقه. لما تبتدي يعني يزيد التعاونات مع الاتحاد الاوروبي، تحول التعاونات من اتفاقيات الى حيز التنفيذ، ده هيساعد الاقتصاد المصري على التعافي السريع. طبعا احنا كنا في طريق لانجازات اقتصاديه، ولكن يعني الظروف المحيطه وما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع وتأثر سلاسل الإمداد ومؤخرا الحرب المستمرة في غزة طبعا أثرت على مصر تأثير قوي جدا، بسبب إن في أسواق ابتدت إن هي كانت مصر تعتمد عليها وتعتمد على قناة السويس، ابتدت الإيرادات تنخفض من تلك الأماكن، فلازم في حل بديل للدولة المصرية، وهو ما لجأت إليه الدولة في الشراكات الاستراتيجية ما بينها وما بين الاتحاد الأوروبي. طبعا هذا اللقاء أو هذا المؤتمر يخرج عن أنه مؤتمر إلا أنه اتفاقيات تدخل حيز التنفيذ، لأن العديد من يعني اللي بيسمع يقول لك مؤتمر ويعدي زي بقية المؤتمرات، لا المؤتمر مش هيعدي زي بقية المؤتمرات، في طياته العديد من الاتفاقيات اللي بتفيد الدولة المصرية وبتعزز من مكانتها وبتزود من تعاوناتها الاقتصادية وبتزود من تواجدها دوليا، وكمان بتعمل على العديد من البنود، منها توطين الصناعات اللي يعتبر هو القيمة المضافة القادمة للاقتصاد المصري، لأنك عندك العديد من الموارد الداخلية بدل ما تصدرها بصورتها الاوليه، فانت هتبتدي ان انت تشغلها وتصدرها بالصفه اللي هي الانتاج النهائي، فهتكسب من خلالها من اضافه كذا عمليه انتاجيه اكثر ما كنت بتصدرها كمواد خام. طبعا مصر فيها كمان حاجه مهمه جدا، هي بوابه افريقيا للاستثمار، فمن خلالها هيبقى في تعاونات افريقيه مصريه وتعاونات مصريه اوروبيه، فهتبقى في هذه النقطة بالتحديد. أستاذ حنان، الرئيس تحدث عن الترويج لمصر كمركز لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، مركز إقليمي. تمام، وشفنا كمان تعاونات في العديد من الخدمات اللوجستية مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتطوير والتحسين في بيئة الأعمال.
لو بنتكلم مثلا على الخدمات الديجيتاليه، لو بنتكلم على المواني، لو بنتكلم على ان مصر مصدر هام او مناره للتصدير الى الخارج، في تطوير حاصل الفتره الحاليه في العديد من المواني، اضافه العديد من الخدمات الجديده لهذه المواني حتى لا تقتصر فقط على التصدير والاستيراد، ولكن يدخل بين طياتها الامداد، السفن، تصليح هذه السفن. فانت يعني شغال في الداخل وشغال في الخارج. مردود الاقتصادي المتوقع من تلك الاتفاقيات هتخش في حيز التنفيذ هو مردود جيد جدا، وباذن الله يبقى فيه الفتره القادمه الثمار الحقيقيه للاصلاح الاقتصادي اللي المواطن المصري انتظره العديد من السنوات الماضيه. يعني فرصه، وانت معي استاذه حنان في نقطه، مصر انضمت لمجموعة بريكس، والآن ترفيع مستوى العلاقة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية، تنويع هذه المصادر الاقتصادية والتعاطي الاقتصادي مع مؤسسات وكيانات كبرى، كيف يفيد الاقتصاد المصري وفي القلب منه المواطن البسيط؟ طبعا هيفيد المواطن البسيط ويفيد كمان الاقتصاد المصري، لانك انت دولة سلام ودولة تسعى الى السلام، فعشان كده انت عندك اتفاقيات متبادلة ما بينك ما بين العديد من الدول. يعني احنا مصر مش حليفة لدولة دون اخرى، احنا كل الدول بالنسبة لنا هي فرص استثمارية وفرص اقتصادية وفرص لحلول السلام، وده اللي بيأهل مصر الاقبال القوي على التعاون معها من العديد من الدول. طبعا تواجد مصر في تكتل بريكس من التكتلات الهامة جدا اللي بتساعد الدولة على فتح أسواق جديدة، التواجد في الأسواق الأوروبية والأسيوية الأورو أسيوية، وده بيفيد طبعا الاقتصاد المصري وبيبقى عليه مردود، لأن بالطبع لما بتخش في اتفاقية اقتصادية والشراكة بتكون من الدول المتميزة اللي يديك الحق الأول، إن كان عندك أزمة اقتصادية يتم التعاون في حلها، إن كنت بتصدر أي سلعة من السلع أو بتستورد من الخارج أي سلعة من السلع الاستراتيجية، يكون لك الأولوية تصب عليها. طبعا كل هذه الاتفاقيات لا تأتي من فراغ، بتأتي طبعا بعلاقات اقتصادية وسياسية وثقافية ودبلوماسية قوية جدا، وده اللي بيؤهل مصر في الفترة القادمة إن هي تستفاد من تلك العلاقات وتثمن جهودها في استقرار اقتصادي وسياسي في الفترة القادمة بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، كنت معي هاتفيا من القاهرة. لذلك قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرزولا فوندرلاين إنه يتم اليوم حصاد ثمار الصداقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، منوهة بأهمية الدولة المصرية في المنطقة ومؤكدة أن تطورها مفيد للمحيط الإقليمي. وفي كلمتها بمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 أكدت فوندرلاين أنهم يهدفون من المؤتمر إلى الاستماع لمصر ومعرفة الفرص المتاحة. أوروبا بالفعل هي أكبر شريك في التجارة والاستثمار مع مصر، ولها حصة تبلغ 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالاتفاقية الجديدة قررنا أن نصل إلى مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية بيننا. إن مصر هي بوابة بالنسبة لأوروبا بموقعها بين الشرق الأوسط وأفريقيا والمحيط الهادئ وغيره، ومن ثم فإن رفاه مصر ورخائها مهم جدا لبقية المنطقة. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار. أرحب بك دكتور محمد. أهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير. أهلا بك. هل نحن أمام اعتراف أوروبي بقوة الاقتصاد المصري؟ يمثل هذا المؤتمر شهادة للاقتصاد المصري من شأنه زيادة الفرص الاستثمارية في الفترة المقبلة؟ بالطبع احنا أمام اعتراف أوروبي جاء نتيجة الأزمات المتلاحقة اللي مرت فيها المنطقة وعانت منها أوروبا كثيرا، وتصور أن أوروبا النهاردة بتبحث عن أفاق واعدة لاقتصادات واعدة زي الاقتصاد المصري. الحقيقه مستوى الشراكه بيصل الى مستوى شراكه استراتيجيه نتيجه طبعا التعاون التاريخي ما بين مصر والاتحاد الاوروبي،
مصر تعد الشريك الاقتصادي الأكبر والأهم في المنطقة بالنسبة لأوروبا. مصر بتعتبر موقع استراتيجي مهم جدا بالنسبة لدول حوض المتوسط. مصر بتعتبر فرصة واعدة جدا للاستعاضة عن الغاز الطبيعي اللي بيجي من أوكرانيا وروسيا، ممكن يكون جاي عن طريق مصر. مصر بتعد أيضا شريك رئيسي وهام واستراتيجي في موضوع نقل الطاقة ولوجستيات الطاقة بشكل عام. مصر بتعتبر موقع استراتيجي مهم بالنسبة لصناعة الهيدروجين الأخضر واللي بتعول عليها أوروبا كثيرا خلال الفترة القادمة. طبعا إلى أنه مصر بتعتبر بؤرة لنقل البيانات والمعلومات من الشرق إلى الغرب والغرب إلى الشرق، من خلال طبعا موقعها المتوسط في بؤرة العالم، بالإضافة طبعا لقناة السويس وما تمثله من طبعا طابع مهم جدا لنقل التجارة و تجارة الترانزيت بشكل عام. يعني وأنت أستاذ للتمويل الدكتور محمد، لأي مدى تستطيع مصر الاستفادة بشكل كبير من خلال هذا المؤتمر فيما يخص قضية التمويل بالتحديد؟ الحقيقة إحنا أمام يعني تحدي مهم جدا، هو تطوير هذه الشراكة مع الجانب الأوروبي من خلال طبعا تقديم أنفسنا على أن إحنا طبعا لدينا مجموعة كبيرة جدا من المعززات والمحفزات الاقتصادية اللي ممكن ان هي تتواجد في البيئة المصرية. مصر الحالة لديها كثير من الامكانات اللي من الممكن يتم الاستفادة بها، وبالتالي ده جانب مهم جدا في عمليات التمويل للتنمية. انا مش بتكلم بس على التمويل من اجل الاستدانة او التمويل من اجل سد ما علينا من التزامات، انا بتكلم على تمويل من اجل تنمية اقتصادية حقيقية واقامة وتوطين صناعات استراتيجية زي صناعة السيارات على سبيل المثال، وزي طبعا التعاون الاوروبي مع مصر فيما يتعلق بمرات الطاقة المختلفة وتوليد مصادر الطاقة المتعددة، لأنه العملية يا أستاذ محمد بنقول عليها دائما وين وين. يعني أنت بتمول من أجل التنمية، والتنمية دي تنعكس عليك في النهاية إن هي بتلبي متطلباتك من احتياجاتك للطاقة خلال فترة زمنية قادمة. أتصور إنه تنويع الطاقة بات مهم جدا بالنسبة للجانب الأوروبي مع الجانب المصري في الوقت الحالي. إحنا عندنا مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، الطاقة الشمسية مصر اللي تغيب عنها الشمس يوم واحد، الطاقة الخاصة بالرياح، الطاقة الخاصة بالمية، الطاقة الخاصة بالهيدروجين الأخضر، طاقة الغاز الطبيعي وما لدى مصر من ثروات بدأت تظهر ملامحها في هذا الأمر. أتصور أنه أوروبا مستفيدة جدا من خلال هذا التعاون، ويمكن لحد النهاردة في مؤتمر النهاردة وقع حوالي 20 اتفاقية ما بين الجانب الأوروبي والجانب المصري بقيم تصل إلى حوالي 40 مليار يورو. ده طبعا امر بالغ الاهميه بالنسبه لمصر في هذا التوقيت بالذات. احنا ظللنا وقت طويل جدا بنعتمد على مصادر عايز اقول لحضرتك ريعيه بالنسبه لاقتصادنا. انا الاوان ان مصر تقدر تسوق الامكانات اللي عندها، ونقدر يكون عندنا اقتصاد انتاجي حقيقي من خلال اقامه وتوطين صناعات احنا شايفينها كدوله مصريه ان هي لابد ان هي تكون موجوده في هذا المكان. ولنا في تجارب الاخرين عبره ومثل، يعني احنا عندنا المغرب وما حققه من طفرة اقتصادية كبيرة جدا من خلال توطين صناعة السيارات الأوروبية عنده، وعندنا جنوب إفريقيا، وعندنا دولة إثيوبيا. فما بالنا إحنا مصر اللي لدينا كثير جدا من البنى التحتية والرأسمالية، عندنا المواني سواء المواني البحرية أو المواني الجوية أو المواني الخدمات اللوجستية بصفة عامة، الخدمات اللوجستية بصفة عامة. ومصر مؤهلة جدا لمثل هذه الصناعات ومثل هذه الـ يعني نقدر نقول كمان التجارة، خاصة تجارة الترانزيت في قطاع السياحة، في قطاع البضائع، في قطاع الخدمات، في قطاعات كثيرة جدا من الممكن ان احنا فعلا نصدر الاقتصاد المصري لمثل هذه الامور وننجح ان شاء الله نجاح مهم جدا اذا كانت لدينا ارادة حقيقية. تحدث اليوم دكتور محمد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث في هذه النقطة عندما عرض لي البنية التحتية الكبيرة التي جرت في مصر في الفترة السابقة، وايضا حديثي عن الترويج لمصر ك مركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية. والناحية الأخرى فوندر لاين تتحدث عن أن هذا الوقت هو وقت جني الثمار وحصاد العلاقات للصداقة بين مصر والاتحاد الأوروبي. دائما يا فندم المصالح الدولية تتحدث بلغة المصلحة. إحنا لقينا أزمات كثيرة جدا مرت بالعالم، خلينا أجيبها لحضرتك كده، بداية من أزمة كورونا وصولا إلى أزمة روسيا وأوكرانيا وانتهاء بالأزمة في غزة، ووجدنا أنه اضطرابات العالم فعلا بتؤثر تأثير بالغ على اقتصاديات العالم. وبالتالي أنا الآن للتكامل، والتكامل ده لما بيكون فيه نوع من التوافق في الرؤى، نوع من
التحديات او التهديدات المشتركه اللي احنا ممكن نتغلب بيها على بعض. مصر ساهمت في الفتره الماضيه كثيرا جدا في حمايه اوروبا من التغيير الشرعيه. اوروبا انا الاوان ليها ان هي تستفيد من القدرات اللي موجوده من خلال ما لديها من تمويلات، من خلال ما لديها من خبرات، من خلال ما لديها من فن انتاجي وفن تكنولوجي، ان هي ممكن تستفيد من المنطقه دي. والاقتصاد المصري زي ما قلت لحضرتك الفتره اللي فاتت احنا خلال 10 سنوات اقمنا بنيه تحتيه قويه جدا، اقمنا بنيه راسماليه قويه جدا، اقمنا مجموعه كبيره جدا من المسارات والتحركات اللي هي القطر المصري كله، سواء من الناحيه الامنيه سواء من الناحيه السياسيه. ده كله بيقول انه راس المال انت ممكن كمستثمر مطمئن عليه جدا بالنسبه ليك في الدوله المصريه. كلامي عن الاراده هو كلامي عن ضروره رشاقه الجهاز الاداري المسؤول عن عمليه تدوير الاستثمار في مصر. لابد ان احنا نتحدث بشكل جاد عن المقومات التحفيزيه لجذب المستثمر المحلي والاجنبي. لابد ان احنا نتحدث عن الجهاز الاداري الرشيق ما يكونش معوق ابدا لعمليه الاستثمار. تحدثنا كثيرا عن موضوع الشباك الواحد، لدينا المجلس الاعلى للاستثمار، لدينا الرخصه الذهبيه، لدينا توجه حقيقي وجاد من القياده السياسيه وهناك اراده حقيقيه لتنميه الموارد اللي موجوده على الارض المصريه والاستفاده منها. وعندنا قطاع الصناعات التحويليه بقى يعني بات من الصناعات اللي هي او القطاعات اللي هي بتدر معدلات كبيره جدا في النمو الاقتصادي المصري. وبالتالي كل متطلبات المعادله موجوده، فان الاوان ان احنا نترجم ما لدينا من قوة ونترجم ما لدينا من اراده ان هي تكون على ارض الواقع متجسده في ارقام للنمو وارقام للتنميه وارقام للصادرات وارقام في انخفاض متتالي للاسعار نتيجه توفر المنتجات بدل من استيرادها من الخارج، وبالتالي زياده التكلفه المتعلقه بالنقل والشحن والنولون والكلام ده كله. يعني في اطار هذه المعادله التي شرحتها الان دكتور محمد، وهذا هو سؤالي الاخير، رجال الاعمال المصريين، القطاع الخاص المصري والمستثمرون المصريون في اي نقطه تضعهم داخل هذه المعادله؟ ما هو المطلوب منهم في الفتره المقبله؟ الحقيقه هو الامر ده انا بأعول عليه على نقطتين مهمين. النقطه الاولانيه هو ان القطاع الخاص المفروض يبدو شراكه حقيقيه ويكون جاد فعلا في تدخله للمساهمه بجديه والمساهمه بوطنيه من اجل طبعا استثمار الموارد. وزي ما قلت لحضرتك طالما استراتيجيه وين وين موجوده، انت بتكسب وانا بكسب، فالموضوع هنا بيكون رابح. الشق الثاني هو انه الدوله المصريه لابد لها من توجه حقيقي ان هي تجعل القطاع الخاص يدخل في عمليات الانتاج والتشغيل. الفتره الماضيه كانت الحكومه المصريه او الدوله المصريه بشكل عام متدخله في النشاط الاقتصادي بشكل كبير نتيجه التحديات اللي الوضع فرضها على البيئه المصريه، نتيجه طبعا الازمات السياسيه اللي حصلت والتوقيتات الامنيه الحرجه اللي مرت فيها مصر. فكان لابد من طبعا تدخل الدوله في هذا الامر للنشاط الاقتصادي. انا الان وده موجود في وثيقه ملكيه الدوله ان القطاع الخاص هياخد وضعه الطبيعي، يصل نسبه مساهمته الى اكثر من 75%. اتصور ان هناك استراتيجيات حقيقيه لدخول القطاع الخاص، لانه هذا القطاع هو القطاع الذي لديه اليد الخفيفه ان هي تقدر تنمي وتسرع وتستفيد من الموارد وتدير بشكل افضل وبشكل احسن، وتقدر تعمل فعلا من الحاجات اللي هي المهمله والمهدره قيمه مضافه بالنسبه للاقتصاد المصري بشكل عام. كثير من اللقاءات وكثير من الرؤى التي تواصلت ما بين القطاع الخاص واداره الدوله بخصوص ضروره دخول القطاع الخاص، واهمها طبعا كان المؤتمر الشهير اللي عقده دوله رئيس الوزراء فيما يتعلق باعلان وثيقه ملكيه الدوله، وانه تراجع الدولة لتدخلها في النشاط الاقتصادي سيكون خلال فترة 5 سنوات في مقابل طبعا دخول القطاع الخاص. ونحن وحضرتك أستاذ المشاهدين ننتظر تحقيق هذا الأمر إن شاء الله، لأنه بالغ الأهمية بالنسبة لاقتصادنا القومي وبالغ الأهمية بالنسبة إذا كنا نتحدث عن تنافسية، إذا كنا نتحدث عن جودة، إذا كنا نتحدث عن تنافسية أسعار، إذا كنا نتحدث عن صادرات، إذا كنا نتحدث على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وعالية خلال فترة زمنية وجيزة. أتصور أن القطاع الخاص هو اللي بيقود القاطرة في هذا الأمر، ودور الدولة بيكون دور منظم أو دور يعني ريجيليتر أو فاسيليتيتور مسهل للعملية التنظيمية للقطاع الخاص.
أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد باغا أستاذ التمويل والاستثمار، كنت معي هاتفيا من القاهرة. لهنا نصل بكم لختام هذه التغطية. على رأس الساعة زميلتي خلود زهران تصحبكم وساعة إخبارية جديدة. هذه تحياتي محمد الرميحي، سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.